البيع الآجل هو قسيم جميل. للسلم أو مقابل السلم. بيع الآجل الثمن يكون مؤجل، والمثمن السلعة تكون حالة. أما السلم العكس، الثمن يكون حال والمثمن اللي هو السلعة تكون مؤجلة. طيب بالنسبة للسؤال هو الثاني، قسيم له نعم، وليس نوعا منه. هل يدخل ما يسمى الأوبشن، الخيارات فيما يسمى بعقد السلم؟ لأن هناك بعض الفقهاء المعاصرين حاول تكييف هذا الموضوع ضمن بيع السلم. هذا بعيد كل البعد، لأن الأوبشن عبارة عن شراء التزام أو شراء أو بيع التزام. يعني هو هذا الخيار عبارة عن التزام، يعني هو يلتزم بشراء هذه الأسهم أو هذه السلعة في التاريخ الفلاني بسعر متفق عليه، ويدفع 10% أو 5% من قيمة الصفقة كعمولة أو أقل عادة. إذا جاء الوقت هو بالخيار، إذا شاف من مصلحته أنه يشتري اشترى، إذا شاف مو من مصلحته أنه يشتري رجع، ولا شيء عليه، لأنه التزام له أن يرجع فيه. هو اشترى الالتزام. أما السلم فالأمر مختلف تماما فيما يتعلق هو في الفيوتشر. دكتور، عقود المستقبليات، هل هو المستقبليات؟ لا، هو البيوع المستقبلية تدخل فيه إذا التزم بالتعجيل الثمن، تعجيل الثمن. لكن اليوم في الواقع العملي في المستقبليات، في البيوع المستقبليات، كلا البدلين يتأجل. صحيح. يعني ما يتم في تسليم للثمن وتسليم للسلعة والأسهم أيا كانت إلا في يوم الأجل. نعم. اللي هو يوم التنفيذ، كالمسألة التي ذكرها الأخ طه من باكستان. بس العفو، يعني في تاريخ التنفيذ هني تم التسليم والاستلام. هم اشتروا بشهر واحد، وشهر ثلاثة هو تاريخ التنفيذ. بشهر واحد اشتروا وباعوا، بس ما حد، يعني لا المشتري دفع. صحيح. ولا البائع سلم، وبالتالي متى يدفع ويستلم؟ في تاريخ التنفيذ. هني ما راح، يعني بيوع المستقبليات اللي تأجل فيها مو المثمن، تأجل فيها الثمن والمثمن، فهذا نسميه بيع الكالئ بالكالئ، بيع غير المقبوض. صحيح. بغير المقبوض، وبالتالي هذا ليس من السلم. السلم اللي تأجل فيه شيء واحد من البدلين اللي هو السلعة أو المثمن، أما الثمن يكون حاضر ومقبوض في مجلس العقد. صحيح. ففرق بين المستقبليات والبيوع السلم. على كل حال، كما تفضلتم دكتور، بالنسبة لعقود الاختيارات والمستقبلات كلها محرمة وفيها قرارات مجمع فقه الإسلامي لوجود الغرر والجهالة فيها، هذا دون خلاف. لكن السؤال الثالث، الأخ راشد يتساءل عن بيع العملات، هل له علاقة ببيع السلم؟ هذه من المسائل المهمة. بيع العملات على وجه السلم لا يجوز. ليش؟ لأن الثمن والمثمن هنا يشترط فيهما التقابض. صحيح. يعني ما يجوز بيع عملة بعملة بالأجل. والسلم معروف أن قائم على تأجيل السلعة اللي هو المثمن. صحيح. فأنا ما يجوز أني أشتري. صحيح. وهذا بالإجماع، بالنص. نعم. الأحاديث المتضافرة. صحيح. وأمامي والإجماع. وأمامي حقيقة أحد الشروط، ألا يكون تصديق لا أو تأييدا لما تتفضل به، ألا يكون المبيع والثمن من الأموال الربوية، فلا يصح السلم في الذهب والفضة، لأنه يشترط في بيع الأموال الربوية قبضه في مجلس العقد. دعني دكتور اسرع قليلا، اخ محمد من العراق، هو سؤال خارج الحلقه، بالنسبه للارباح التي تاتي من الاعمال التجاريه او اي شيء، كيف يزكيها؟ هو يتكلم عن الارباح، يعني الارباح اللي ياخذها بونص كمكافاه، ولا ارباح الشركه؟ بغض النظر، هو بغض النظر دكتور، ارباح التي تدخل على الانسان سواء من شركة أو من عمل أو إلى آخره، هذه الأرباح هل عليها زكاة؟ إذا كانت الأرباح أرباح تجارته، فحولها حول رأس المال، وبالتالي عند الحول يزكي أصل المال وأرباحه. عطايا؟
نعم. لو كانت عطايا من الشركة التي يعمل بها مثلا. اي نعم، هذا اولا. اذا كان الربح عبارة عن ربح ماله، عنده مال قاعد يشغله ونهاية السنة والله فيه رأس المال اللي استثمره وحقق ارباح، فنقول له اجمع الربح مع رأس المال وزك الإجمالي، رأس المال مع أرباحه. أما إذا أخذ مكافآت، الربح عبارة عن بونص من شركة، مكافأة، هدية، فهذا لا يجب عليه أن يزكيه، وإنما إذا كان نصابا يستأنف له حولا كاملا ويزكيه. جميل. فبالتالي نقول الأخ محمد واضح من سؤاله أنه يتكلم عن أرباح يعني الزائدة عن الراتب وليس نعم. أرباح رأس مال اللي قاعد يشغله، نقول ما عليك زكاة على هذا المال اللي استلمته كربح. أبو عبد الله فضيل الدكتور من الإمارات يتساءل عن حكم بيع بطاقات الهاتف ب10,000، يعني إحدى الشركات أو جهة معينة تطلب منه مثلا كمية معينة من هذه البطاقات، هو ربما ثمنها الحقيقي 10,000 لكن هو يعني يبيعها لهذه الجهة ب15,000 ومن ثم يذهب ويشتري هذه البطاقات من الجهة التي تصدرها، هل هذه العملية جائزة وهل هذا يدخل فيما يسمى شراء بيع السلم الحال؟ نعم، بيع السلم الحال يعني كما ذكرنا قبل قليل في السلم، الجمهور الفقهاء اشترط أن يكون المسلم فيه مؤجلا، لكن إذا كان حالا هل يجوز؟ فقهاء الشافعية قالوا يجوز السلم الحال، يعني يجوز أني أبيع الزيد من الناس السلعة، أبيع مثلا 10 كيلو من الرطب مثلا أو 10 كيلو من البر يعني بصفات معينة، وأقول للتسليم بكرة أو التسليم بعد ساعتين وأنا ما أملكه، لكنه موصوف في الذمة مو معين، ما أقول له السلع اللي موجودة عند زيد من الناس. نعم. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز. جميل. قالوا لأن السلم لا يكون إلا مؤجلا، غير أن فقهاء الشافعية أجازوا ذلك ونص على ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، وذهبوا إلى أن السلم الحال جائز إذا كان موصوفا في الذمة، أما إذا كان المبيع معينا فهذا الذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. جميل. فقوله لا تبع ما ليس عندك في المبيع المعين، في المبيعات المعينة، أما السلم فإنه جاء في غير المعين وبالتالي يجوز مؤجلا ويجوز حالا، وقول الشافعية هو الأظهر والأقرب إلى الصواب والله أعلم. بالتالي نقول لأبو عبد الله ماذا؟ نقول له يجوز له أن يمارس هذه العملية. طيب الآن عندي قضية شائكة فضيل الدكتور، ويعني نريد يعني الصراحة والشفافية مثل ما قال الأخ عامر، يعني شركات سواء كانت حكومية أو خاصة هي أصل نشاطها مباح، لكن كما تعلم ضبط التدفقات النقدية للمؤسسات من الصعوبة بمكان، أحيانا يكون عندها سيولة كتير، أحيانا تفتقر إلى سيولة، كان عندها سيولة تضعها في المصارف التقليدية، بحاجة إلى سيولة تمد يدها إلى المصارف التقليدية، هذه الشركات هل هي جائزة؟ وما هو رأيك يعني حينما لا يكون هناك جهة معينة قائمة على موضوع ضبط نسبة هذه القروض أو تأخرها 6 أشهر مثلا؟ نعم، هذه المسألة كما تفضلت يعني من المسائل الشائكة والقضايا المشكلة في النوازل المعاملات المالية المعاصرة، اللي هي الشركات المختلطة، الشركات اللي أصل نشاطها مباح مثل اللي تفضل فيها شركة طاقة وشركة دانا غاز وغيرها، هذه شركات نشاطها مباح، أصل نشاطها مباح، لكن مشكلتها وغيرها من الشركات نعم. مشكلتها أنها ربما تحتاج إلى قروض طيب. وتلجأ إلى البنوك التقليدية، فيكون هذا جزء من عملها محرم طيب. أو يكون عندها السيولة صورة واضحة دكتور، لكن ما هو الحل بفضيلتك لأنه الوقت ضاق عليك معذرة. نعم، لذلك الفقهاء المعاصرين يعني وضعوا ضوابط،
يعني الأصل عند أكثرهم الحرمة، ما دام الشركة اختلط الحلال المحرم بالحلال الذي فيها فتكون محرمة. لكن طائفة من الفقهاء ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله أعملوا القواعد الفقهية في اختلاط الحرام بالحلال، وقالوا أن اليسير المحرم إذا اختلط بالكثير المباح لا يصير المجموعة حراما، وإنما المحرم يبقى محرم والمباح الغالب هو مباح. ويجب على الشركة مجلس إدارتها إذا ما مارس الشيء هذا يجب على المساهم أنهم يتخلصون من هذا الحرام اللي دخل على الشركة. جميل. وبالتالي نقول القول الصحيح هو القول الذي أجاز تملك أسهم هذه الشركات إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية والمعايير الشرعية الصادرة عن المؤتمرات واللجان العلمية. جميل. محمد من العراق، دكتور معي أقل من دقيقة، موضوع الحوالي الآن والمبالغ التي يعطونها من الأردن التي تعطى للمحول. الحوالة هي عبارة عن خدمة نقل أموال. صحيح. وبالتالي يجوز للناقل أنه يأخذ أجر، يأخذ المقابل لهذه الخدمة. الأجر يبي يحدد مبلغ مقطوع، يقول أنا أخذ على العملية كلها 20 دولار أو يأخذ هو على. هو المشكلة دكتور هنا الناقل يعطي للمنقول. نعم. الناقل هو الذي أحيانا يعطي للمنقول، هو هنا السؤال اللي يعني غريب، يعني عادة هو الناقل. شنو يعطي المنقول؟ عم يقول إنه المنقول يعني الشركة التي تنقل هذه الأموال عادة أحيانا تقدم لهم مبالغ. لا ما يسي، أنا شلون يعني أنا الناقل الآن أنا اللي أخذ أجر، أنا اللي قدمت عمل. وهذا الأصل، لكن عم بقول أحيانا لما يقدم له الشيكات أو الدفاتر. ماشي يقدم له، ماشي يقدم له على وجه التحفيز، على وجه الهدية، شنو يعني؟ أنا ما أعتقد أحد يخطو هذه الخطوة إلا إذا كانت العملية مو في عملية الحوالة وإنما في عملية المصارفة. إذا تجي تصرف عندي اللي هو الصراف وناقل الأموال. ما في صرف دكتور، هو عبارة عن حوالة، لأنه دولار نفسه يحول إلى الأردن. فيما يبدو أنه هذا البنك يعمل بالمصاري بالفلوس قبل أن يقوم بالتحويل. أنا الوقت خلص، لك جملة دكتور لأنه الوقت خلص، فضل. على كل حال الأخ يعني لو تعطونا رقم الهاتف يشرح لي المسألة بالتفصيل وأرد عليه إن شاء الله تعالى الرد الذي إن شاء الله تعالى المناسب بإذن على الله. على كل حال أنا إن شاء الله تعالى لو راسلنا على البريد الذي يظهر أمامه إن شاء الله تعالى نجيبه. وحقيقة كان عندي 5 أسئلة وصلتني من خلال بريد البرنامج، وهو قريب لكن لم أستطع. يعني ممكن يزورنا ويشرفنا إن شاء الله. لم أستطع عرضها، أعد السادة الذين تواصلوا معنا أن نعرض هذه الأسئلة التي وصلتنا من خلال بريد البرنامج في الحلقة القادمة. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور نايف العجمي عميد مساعد في كلية الشريعة في جامعة آل كويت. أذكركم ببريد البرنامج dinar@cnbc.com. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.